شهر واحد للحبس ونفذ هي العقوبة اللي تحكم بها ديك الفرنساوي اللي داس في الغنم والمعيز اللي كان كارعى هذيك الولد في شاطئ الصنوبر الدولي في جامعة المنصورية بن سليمان. العقوبة كتبان قليلة مقارنة بشاعة الفعل والطريقة كيفاش داس في القطع وبلا سبب معقول أو دافع مستصاغ. المحكمة ديال بن سليمان حكمت البارح الاثنين على الفرنسي اللي تم الإيداع ديالو في الحبس هذه شي جوج سيمانات، وما كانش غير الحبس باش تحكم، حتى الغرامة والقدر ديالها 500 درهم تحكم بها حتى هي، وزيد التعويض المدني لفائدة مول الغنم اللي قدرته المحكمة الابتدائية بن سليمان في 2 مليون. الحكم جاء في الجلسة الثالثة للنظر في هذا الملف في الجنح التلبوسي، اعتقال لمتابع فيه المتهم اللي اكيد راكم شفتوا البشاعة كيفاش داس في القطع بالطوموبيل ديالهم. هادشي قبل ما يوقف ويحاول يرجع يكمل على الباقي امام انبهار الولد مسكين اللي كان كيسرح الغنم واللي بقى جامد في بلاصتو بلا حركة. هيئة الحكم اخذت المتهم المعتقل بالسجن من اجل جناح قتل وبتر وكسر بدون ضرورة اغنام ومعيز في ارض الغير والتهديد بارتكاب الجناية، تهم اللي ثبتت للمحكمة وثبتت في الحق ديال هذا المتهم بعد ما استمعت المحكمة للضحية وشي شهود استدعات منهم 4 لأخذ الإفادات ديالهم في ظروف الحديث. الحكم غادي يستأنفو دفاع الطرف المدني مول الغنم في شقه المرتبط بالتعويض المدني للمطالبة بتعويض أكبر عن قطع الأغنام اللي تقتل وتجرح وتسبب المتهم فيه كخسائر. أما العقوبة السلبة للحرية والدعوة العمومية فأمر الاستئناف من كل ممثل حق العام أي النيابة العامة بنفس المحكمة. المتهم الفرنسي منكر عفوا ما والو، اعترف باللي هدد بالقتل ديك الوليد الصغير اللي كان كينوب على باه في سريح الغنم ملي مشى باه للكازا باش يحل شي مشكل عنده مع السارح. واكثر من هادشي فالمتهم اعترف باللي داز في قطع الغنم بلا حشمه وبلا ما يرمش. المتهم واخا اعترف بالمنسوب اليه حاول يروغ هيئة الحكم بشي روايات حاول من خلالها باش يخفف على راسو، وادعى باللي ما كيعقلش على شنو كيدير وشي حوايج وحدين اخرين كانوا غير حيل منه باش يخرج باقل خسائر في هذه المحاكمه بعد ما تم الاعتقال ديالو والايداع ديالو في السجن. وبلا شك مازال كتذكروا ديك البشاعه كيفاش دهز المتهم القاطع بطوموبيلته ملي كانت كترعى في شاطئ الصنوبر الدولي في بن سليمان، وهو موضوع الفيديو اللي صوره شي واحد كان قريب من هالحديث ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي وتم التداول ديالو على نطاق واسع، الشيء اللي اثار الغضب ديال المغاربه. ديك الولد اللي صور الفيديو نصح الوليد الصغير باش ما يمشيش يحاول يمنع الفرنسي وما يخليهش يدوس في القاطع، حيت لو كان دار داك الشيء الله يستر يقدر يكون تعرض للمكروه، والحمد لله اللي خرج سالم مسكين ما وقع ليه والو، والقاطع يخلف الله وخرزه فيه بديك الطريقه البشعه. المغاربه كلهم استنكروا هذا الفعل اللي دار ديك الفرنساوي وطالبوا باسقاط اقصى واقصى عقوبه في حقه باش يكون عبره للي يعتبر وباش ما يتطورش على كرامه الناس المغاربه وحقهم. مش من حق يقتل غنم الغير واش لقاها كترعى في ارضه او شي حاجه واحده اخرى، حشومه والله العظيم الا حشومه.